المؤمنة مصر المؤمنة بأهل الله. يا صاحي هم أنا لديار تمنا مصر المؤمنة بأهل الله. قمنا حدا ونزعنا ولها نبذل وسعنا مصر المؤمنة بأهل الله. لا تخشى الفاقة والشدة والعنا أزور فيها حبورك إبليس كالعنا وهوى الأمارة في نحر وأطعنا الدنيا سعرة لا للشر لا تدعنا ونفوسنا الخائنة للأمر تزعنا في حدودنا وشرعنا عين الله ترعنا مصر المؤمنة بأهل الله. يا صاحي همنا لديار تمنا مصر المؤمنة بأهل الله. سند بالأمنة ولنفوسنا طمنا مصر المؤمنة بأحد الله. أحمد رسولنا سيد آدم وأمنا وبه نتمنى في سلك يضمنا في حزب الخير بالرحمن يعمنا. أنا زاد بزيارته في الروضة يلمنا ونزور أصحاب ونبلغ كل المنى للحج نوفي ونعيد في منى وبه نتأمنا ويسعد من منى أمنا مصر المؤمنة بأهل الله. يا صاحي همنا لزيارة همنا مصر المؤمنة بأهل الله. ندعوك بالأربعة أيوة الكتب الأروعة مصر المؤمنة بأهل الله. والصور المية والعشرة واروعة الملائكة الستة والكرماء الأروعة بنبينا محمد والخلفاء الأروعة والستة البعد والأئمة الأروعة أوتاد الأرض في الجبل الأروعة أبدال والنغباء العشرة أروعة والفقهاء السبعة واغطابنا الأروعة أضجاء في الماء أضجاء جنوبنا الأروعة في المرض الجسم في طبائعه الأروعة. بارك أسبوعنا ليوم الأروعة أضجاء في الماء أضجاء جنوبنا الأروعة. بارك أسبوعنا ليوم الأروعة أيام السنة تسعين في أروعة وبحرنا السبعة وانهارنا الأربعة نسلم من الأربعة ونحشر مع أربعة مصر المؤمنة بأهل الله. يا صاحي همنا لزيارة همنا مصر المؤمنة بأهل الله. ألا تجهل أمرهم في مصر مغرهم مصر المؤمنة بأهل الله. هم آل البيت الواضح سرهم أزور بمحابة تشرب درهم وابذل أموالك لجناهم برهم أدائما أعليك
تنال من برهم تناليهم لا تنال من برهم أسيد الحسين الناس درهم وابن الحنفية ومحمد بدرهم إسماعيل ومحمد الشايع ذكرهم صالح والحنفية الفايح عطرهم العلي زين على عبدنا حبرهم جعفر الصادق مع موسى صدرهم أستاذنا الباقر في العلم بحرهم في البحر وبرهم ولله درهم مصر المعاملة بأهل الله يا صاح أمنا ليل يا أرض أمنا مصر المؤمنة بأهل الله ندعوك بسيدتي أي هي زينب عمدتي مصر المؤمنة بأهل الله وبشمس الحق السيدة نفيستي هي بحر العلم وغفيرة مصرتي وبعين الحكمة فاطمة النبويتي بذخيرة الأمة السيدة سكينتي وبذات البحر البهجة السيدة عيشتي وبعقد الدر السيدة رغيتي وجميع من تنسب للسيدة الجدتي زوجات رسولنا لا سيما تسعتي والعابداتي ربع العدويتي لا تنسى سودرا وابنا الرمليتي حسان وحي الكوفية أبو الأمة الثوري واذكر ميمونتي أبو الأمة الآن الأسود لا تنسى عبيدتي أذكر حبيبة واذكر شعوانتي ندعوك بهن إصلاح ذريتي نفسي وأحبابي مع سائر إخوتي ذل عسري ومرضي واكشف لبلوتي أعافي لجوارحي بل فرد كروتي ثبتني الآن لأدفع أعدائي بالتي هي أحسن وأجعل بهن نصرتي حسن لي حالتي تقصد جمالتي مصر المؤمنة بأهل الله كصواح أمنا يا رت أمنا مصر المؤمنة بأهل الله ندعوك يا الله أي بجميع عباد الله مصر المؤمنة بأهل الله دنيا ولغمان النار حكمة الله وأبي الدرداء ووكيع ولي الله وإمامنا الشافعي على أحياء دين الله والشيخ البدوي الوارث نبي الله الرفاعي أحمد بواب رسول الله ودسوغ الهايم دوما في حب الله والشاذ لسيدي وخليل أمين الله والعارفين ابن أبي يمضى عبد الله أجابر وبي تشرين المقرب عند الله وأبي العباس يا المرسي ذكر الله ثم البصير مادح رسول الله يا قوة العرش مع أولياء الله الأربعة
عشر الخصوم بسر الله وبصاحب الحين الحكمي هو ابن عطاء الله أبو الوفا والغامري الأمة رجال الله وعلي الخواص والبكر خائف الله سيدي شعراء كذكذي الناشر علم الله والشيخ الحين حفني الدردير قطب الله ثم سيوطي والمحل من تحلى لا تنسى الصاوي مفسر كتاب الله ثم القناوي والصعيد كنز الله بجاهم يا الله زد عننا العلا مصر المؤاملة بأهل الله يا صواعي همنا لزيارة منا مصر المؤاملة بأهل الله صلوات تصرح حول الخير وطب الرحى مصر المؤاملة بأهل الله توصل ضريح ما عنه لا تبرح تذكرنا عند وحوى أن تشرح بالفوز تأتينا وصدورنا تشرح وتقول يا أبو يا برعيهم ما كصرح وتقول يا أبو برعيهم ما كصرح أكملت علاجا غير حقنا ومشرحا ومواصلاتك في السكه مسرحا بالعافيه افرح حول بلادك امرحا مصر المؤامله باهل الله يا صواعي امنا زياره امنا مصر المؤامله